طالب توجيهي؟ تعال احكي لك، مش عارف من وين تلقاها. من الصبح مدرسة، بتروح مستوي وبراسك ألف سين وصاد ومليون كلمة حفظ. كيف هالسؤال بنحل؟ العصر بتطلع على المركز، مرة برد موت ومرة حريقة، الشوارع عجقة والمواصلات بتجنن، آخر الشهر بحكي لك الحج، والله يابا مش وقته القصد. لا، ولسه أحمد ابن الجيران بزن عليك تأخذ معه خصوصي، وولاد صفك حرقوا أعصابك مش رح تلحق، المادة متراكمة حرام، من هان للامتحان رح تنسى كل اللي درسته. طيب روق روق، ظل حدا بدرس هيك؟ ادرس أونلاين، نظم وقتك وجدولك الدراسي براحتك، لا تراكم مواد ولا تبلش بعجقة المواصلات. أستاذك معك ليوم امتحانك على منهاجي، المنصة الإلكترونية الأقوى. منهاجي، متعة التعليم الهادف.